السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله دكتور. مرحبا للأمينة. الله يجزيك بخير دكتور. الحمد لله اللي عاودتني تلاقيت بك. الله يجزيك بخير. يا ألف مرحبا لله. الله يطول عمرك. بغيت نسولك يا دكتور، أنا مريضة. إيه؟ ما خنوتش، ما كنت قاعد، ما كانت يقلبوني، ما كان وقف، ما كان قاعد الأرض. لا إله إلا الله. واش يجب علي نعطي الفدية ولا لا؟ لأني مخدرة لا والو. الله يفرج عليك للأمينة. الله يشفيك ويعافيك لالا. الله يشفيك ويعافيك يا رب. امين يا دكتور. دعا معايا ودعا لي مع الوالدة راعي انا شوية. الله تعالى يشفيها ويعافيها. الوالدة راه مات مسكين، الله يرحمه. دعا لي معاه. الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. الله يرحمه رحمة واسعة للأمينة. ما يكون عندك بس لالا. الله يشفيك، الله يشفيك. لا إله إلا الله. حفظك الله ورعاك. جوابا عن سؤال للأمينة، الله سبحانه وتعالى جعل من رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، وجعل أحكامه ميسرة. أحكام رمضان ميسرة، وجعل التكاليف هي في ما فيها لا حرج ولا مشقة. ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا الشهر وفي عباده المؤمنين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لما نزل قوله تعالى في خواتم سورة البقرة قال: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كان كل مرة يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فالله رحيم. وبالنسبة للمرضى والعجز في رمضان أباح الله لهم الإفطار، فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر. وقال في آية أخرى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فدية طعام مسكين. فالإنسان له أن يفعل حسب قدرته. الذي عنده مرض يرجى برؤه، هذا قال ربنا عز وجل فعدة من أيام أخر. هو مريض وأفطر في رمضان، له أن يفطر ووجب أن يفطر حفاظا على سلامة صحته. فلما ينقضي رمضان يقضي فعدة من أيام أخر. أما الذي عنده مرض لا يرجى برؤه، مرض عضال ومرض ملازم له، فهذا عليه الفدية. والفدية طعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم على رأي الحنفية. أما على رأي المالكية فهو مقدار صاع أو نصف صاع، يعني مقدار 10 دراهم إلى 15 درهما. فإذا كان الإنسان فقير، هو أصلا فقير، بحال الحالة دي الأخت نمينة من سيد زوين، هي أصلا فقيرة معدمة وتعيش من أعطية الناس، ما هي فديتها؟ فديتها هي الاستغفار والذكر. هذا هو فدية الفقير. فدية المحتاج هو أنه يكثر من الاستغفار والتسبيح والذكر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفار وتسبيح وذكر، وربنا يتقبل منك ويقضي عنك هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالد ويجعله في فسيح الجنات، وأن يجعله ضيفا مكرما عنده في الفردوس الأعلى، وأن يشافي الوالدة ويطيل عمرها ويرزقها رزقا حسنا. وأسأل الله أن يشافيك للأمينة. الله يشفيك ويعافيك ويدويك. فالإنسان إذا كان مريض ربنا أعطاه هذه النعمة، نعمة أنه يفطر ويفدي أو يصوم فيما بعد. أما السليم فقال:
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال صوموا تصحوا، لأن الصيام هو قوة للبدن بالنسبة للأصحاء، لكن للمرضى ربنا عفى عنا وعنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. مرحبا بك لدى مريم. كيف تنتوضى كنحس كتخرج لي شي حاجة؟ نعم كيف كنتوضى؟ بغيت دكتور تعطيني الرقم ديال أخت الوازنة. أيه بإذن الله، وخا بإذن الله أنا نأخذ الرقم ديالك إن شاء الله ونتواصل معك فيما بعد ونعطيك الرقم ديال أخت الوازنة. نعم اللي هي مسكينة مكفوفة واللي هي عندها مشكل ديال الترويض وتعيش حالة ضعيفة جدا، وخا أختي بإذن الله أنا نأخذ الرقم ديالك من عند أخينا سي سامي في الإخراج ومن بعد نتواصل معك ونعطيك الرقم ديال أخت الوازنة. شكرا لك للا مريم حفظك الله ورعاك. وجوابا عن سؤالك الفقهي، هذا الذي يحدث لك يسمى سلس الريح في مجال الوضوء والطهارة. هناك بعض الناس رجال ونساء يقع لهم السلس، إما سلس البول أنه يتبول ويشعر بقطرات تخرج منه، أو عنده سلس الريح يخرج من ضمره ريح، عنده مشكل في الأمعاء دائما إما يسمع صوت أو يجد ريح، هذا يسمى السلس. في الأحوال العادية ينتقد الوضوء، من وقع له شيء في الأحوال العادية انتقد وضوءه وعليه أن يعيد النظافة والاستنجاء ثم الوضوء لكي يصلي. لكن من عنده هذا الأمر ملازم كيتنظف كيتوضأ يلا كيدخل الصلاة ويشعر بأن عنده سلس الريح أو سلس البول، فكيرجع ينتقد الوضوء وكيعود يتوضأ مرة ثانية ويتطهر ثم يدخل في الصلاة فيقع لنفس المشكل. هذا حالة مرضية، هذا يسمى سلس. وعلاج السلس كيف يكون في العبادات؟ قال صلى الله عليه وسلم أنه يتنظف ويتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، يعني أنك تدخل المرحاض تنظف ثم تتوضأ وتدخل للصلاة. فإذا وقع منك سلس للبول أو للريح رغم كل هذا لا يهم، استمر في الصلاة، حتى ولو وقع لك داخل الصلاة وأثناءها شعرت بريح خرجت أو سمعت صوتا أو قطر منك بول، لا شيء عليك أبدا. وهذا أيضا بالنسبة للمرأة اللي عندها الاستحاضة، كاين بعض النساء عندهم الحيض كيكون 3 أيام إلى 7 إلى 15 يوما، هذا هو الحيض، أقصى مدته 15 يوما وأقل مدته 3 أيام. لكن هناك من عندهم دم مستمر يخرج منهن، ماذا عليهن أن يفعل؟ يلتحقن بحكم السلس، أنهن يغتسلن ثم يتطهرن ثم يتوضين ثم يشددن الوضوء لكل صلاة، حتى ولو خرج منها دم أثناء الصلاة لا شيء عليها، إنما ذلك عرق انفجر. فهذا هو علاجها، وأسأل الله تعالى أن يشافي ويعافي ويداوي ويتقبل منا ومنكم جميعا الصلاة وصالح الأعمال. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا للغزالة. أهلا الشيخ ديالنا، راه شحال هادو حنا نتصلوا بك شي عامين هادي ولا أكثر. يا ألف مرحبا للا. احنا كنتصلوا بك الله يجازيك بالخير، وكنتنوسنا بالدعاء ديالك وبالكلام ديالك، منوسين به دائما دائما ما كيخطانيش الراديو. الله يطول عمرك الشريف، الله يزيدك في المدد. يوا باش تدعي معنا الله يجازيك بخير ومع وليداتي. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم، دعي معنا بالشفاء والعفو لينا ولجميع المسلمين. يا رحمن يا رحيم، نتعلم مع واحد البنت، عندي واحد البنت ووليداتها يا الخوت، ودعي معنا بالشفاء، راه حنا كنت فاتحه ومازال اثر عليا شويه الحال. لا اله الا الله. ودعي معها فاطمه مع الوالدين راميت الله يرحمه ومع الجوج ديالي الله يرحمه. يا ربي يا ربي، دعي معنا بالدعاء ديالك الله يجازيك بخير بالعفو ان شاء الله لينا ولجميع المسلمين. يا ربي يا ربي، الله يطول عمرك وشكرا. ودعي مع وليداتي بزاف راهم مرضيين ومهديين، ودعيني معاهم باش ربي يكمل عليهم بخير وعلينا وعلى المسلمين يا ربي. امين امين يا رب. امين لالا، امين يا رب. شكرا لك لالا الغزاله من اقليم ارفود. وخير ما نقوم به في هذه الايام العشر الاواخر من رمضان هو الاكثار من الدعاء،
ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في هذه الأيام بالضبط، هذه الأيام فإني قريب، الله قريب من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله يحب سماع دعاء عباده. لعل الله تعالى يبتلي المؤمنين بالشدائد ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالأمراض والأسقام والفقر والحاجة، كل هذا يدعونه، فإذا لم يدعوه سد عليهم الأبواب، سد الأبواب أبواب الخلق ولم يبق إلا بابه، وكأنه يريد أن يسوقهم إليه سوقا. فالمؤمن من يأنس من نفسه رشدا ويعجل إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى، ونكثر من الدعاء هذه الأيام. وخير الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أمنا عائشة رضي الله عنها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لنا الغزالة، أسأل الله تعالى أولا أن يرحم والديك وزوجك وجميع أمواتك وأموات المسلمين، اللهم ارحم جميع أمواتنا يا رب العالمين، وأسكنهم فسيح الجنات، واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في عرصات الجنات. اللهم يا رب العالمين اجعلهم عندك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأل الله أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية، وأن يحفظ الأولاد والبنات، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يرزقكم المولى رزقا حسنا، رزقا طيبا، رزقا كثيرا. وأسأل الله تعالى أن ينور طريقكم ويتقبل منكم العمل الصالح في هذه الأيام المعظمة من صيام وقيام وتلاوة القرآن وبدل وإحسان. يا رب تقبل منا وإياكم جميعا هذه الأعمال، واجعلنا من عتقاء النيران، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى بجوار سيدنا محمد النبي العدنان. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.